عبد العظيم صادق، اهلا بحضرتك معايا شاشه موقع صبرا ميديا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا كلنا جميعا ان شاء الله. واحنا عندنا مفيش حاجه اسمها مسلم ومسيح على فكره، احنا كلنا وطن واحد، وكلنا دلوقتي محبه واحده، ومفيش حاجه اسمها يعني الكلام اللي بتسمعوه ده كله، دي كلها اشاعات، دي اشاعات مغرضه، عايزين يبوظوا الثوره بتاعتنا مش اخطر. احنا دلوقتي كلنا ماشيين على وطن واحد. بص انا كاتب الكارت ايه، مصر كل المصريين، مسلم ومسيحي يد واحده، شعب واحد، وطن واحد، في رباط واحد، الى يوم الدين، الى يوم الدين، عام جديد نحيا فيه على محبه الله. اخوكم عبد العظيم صادق شحاته، ربنا يبارك فيكم وانا سعيد بيكم. وبعدين انا لفيت الكنائس كلها، مش هنا بس انا ما اعرفش يعني، انا بلف الكنائس كلها وبحس انا بخش ده بيتي، ده بيتي، يعني انا بخش بيتي وبعيد على كل اخواننا المسيحيين، لان انا وزمايلي ثلاث ارباع زمايلي مسيحيين. انا واخد بمشيئه الله الحمد لله، واخد 5000 صوت، واخد 5000 صوت من فضل الله في ظل التزوير، وكانوا حاطيني عبد العظيم عبد الفتاح صابر، وانا اسمي عبد العظيم عبد الفتاح صادق شحاته، والشهره عبد العظيم شحاته. عبد العظيم طبعا حضرتك رجل مجتمع مهم، عايز اعرف ازاي الكنائس بتستقبل حضرتك، ازاي في عيدهم النهارده، وايه شعورهم لما بيلاقوا حضرتك بتيجي تعيد عليهم النهارده؟ لا ده انا ده دول اهلي، دول اهلي وناسي، وانا بلف على فكره، ده انا بلف بيهم وسعيد بيهم، لان ده دول اهلي وناسي. وبعدين ده انا في كل عيد متواجد معاهم، يعني كل عيد متواجد معاهم، مش في انتخابات، ولكن من غير انتخابات وانا بعيد عليهم، لان انا برتاح ليهم نفسيا، ده احنا وطن واحد وشعب واحد. ايه اكبر امانه استاذ عبد العظيم للشعب المصري؟ احنا كلنا ده احنا في امان، احنا مفيش يا جماعه، احنا مفيش حاجه اسمها مسلم ومسيح، كلنا وطن واحد. انا عايز اسال سؤال، القنبله لما بتنزل بتنقي مسلم والمسيحي؟ بتاخد الكل، يعني ما بتنقيش مسلم ومسيحي، احنا كلنا وطن واحد. وانا مبسوط بيكم جدا جدا وسعيد بيكم، وما تعرفيش انا فرحتي بيكم قد ايه. وعلى فكره انا عايز اقول لكم على حاجه، انا من خلال هذا المكان، ده مكان طاهر، من هذا المكان اقسم لكم بالله اللي بتهزله 7 سموات، ان انا مرشح نفسي لانتخابات مجلس الشعب لوجه الله سبحانه وتعالى، واكثر قاعده ان الانتخابات مش للاغنياء بس، ولكن انتخابات لكل مواطن شريف له الحق انه يخش انتخابات مجلس الشعب. استاذ عبد العظيم، عايزين من حضرتك تقول لنا كلمه للشعب المصري بوجه عين. اقول لكم احنا يا جماعه لازم نشتغل، ولازم كل مواطن فينا يشتغل، وما نقعدش بقى كل شويه بقى مظاهرات والكلام اللي والحاجات اللي بتحصل ديت. معلش احنا المظاهرات كويسه اي نعم، ولكن خلاص احنا عملنا اللي احنا عايزينه، مظبوطه مش مظبوطه، عملنا كل اللي احنا عايزينه. وانا مبسوط على فكره، انا على قد ما انا مبسوط بالشباب، ولكن الثوره ديت من فضل الله سبحانه وتعالى واللي كان بيحصل انتخابات طبعا، يعني وده السبب الرئيسي، هو الانتخابات مجلس الشعب هي دي السبب الرئيسي. استاذ عبد العظيم نورتنا، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل اكباط المسلمين يا فندم، ربنا يخليكم وانا سعيد بيكم، ويا رب ما اكونش ايه، ابقى ضيف خفيف عليكم يا رب. اذكر حضرتك، ربنا يخليك عبد العظيم، صادق شحاته، ما تحرمش منكم، ربنا يخليك.